وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف موفد قناة الرافدين إلى الأراضي المقدسة الزميل محمد شقير. أهلا بك محمد، بداية كيف هي الأجواء في المشاعر المقدسة في أول أيام التشريق؟ حياكم الله محمد، حيا الله مشاهدي قناة الرافدين. بدأ اليوم صباح اليوم أول أيام التشريق بعد يوم النحر الذي قضى فيه الحجاج يوم عرفة، ومن ثم قاموا هو أول أيام العيد، ومن ثم قاموا بطواف الإفاضة، ومنهم من رمى جمرة العقبة الكبرى ليتحلل بعدها تحللا أكبر. من قام بطواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة يتحلل تحللا أكبر. فاليوم في أول أيام التشريق يقوم الحجاج برمي أولى ثاني الجمرات، حيث يرمي الحاج الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى. بعد أن باتوا في منى في أول أيام التشريق يستعدون أيضا للمبيت في ثاني أيام التشريق، فمن أراد التعجل منهم فيستطيع مباشرة في ثاني أيام التشريق العودة إلى مكة ليطوف طواف إن كان آخر عهده في مكة، وإن كان يريد التأخر فلا مشكلة، أيضا يستطيع بقاء ثلاث أيام التشريق ليقضي به الرمي الأخير. طيب، ما هي التسهيلات التي وجدتموها في رحلتكم هذا العام؟ تسهيلات كثيرة فعليا فيما يخص موضوع الحج هذا العام، وكان هناك تصوير عن الحج السابق خصوصا فيما يخص بموضوع التسهيلات عند المنافذ الحدودية، المطارات سواء المطارات أو المداخل البرية أو البحرية. المطارات تتجاوز فترة الجلوس فيها حوالي الساعة لإتمام الإجراءات الأمنية، ومن ثم خروج الحجاج بشكل انسيابي إلى باصات النقل إلى مكة المكرمة. أيضا فيما يخص موضوع التنقلات، كانت موضوع التنقلات إلى حد ما أيسر من العام السابق مع وجود الآن كثير من الازدحام. يعني أنت تعلم محمد حوالي 2.5 مليون حاج موجودون الآن بين مكة ومنى، العمليات تنقل كبيرة جدا وأيضا يوجد فيها ازدحام كثير، ولكن وجود القوات الأمنية والدفاع المدني وقوات الشرطة شرطة المرور السعودية في المشاعر المقدسة سهلت في عمليات التنقل الآمن ودون وجود أي مشاكل. طيب، ما هي الاستعدادات اليوم غد محمد بعجالة لو سمحت؟ عفوا، الاستعدادات اليوم غد، الاستعدادات اليوم غد هي تقريبا نستطيع القول بأن الاستعدادات الحج كاملة، ليس هناك يختلف عن يوم غد في باقي أيام الحج. الشرطة والدفاع المدني المنتشرة بشكل كبير جدا في جميع المناطق على ما هي عليه. قد تشهد بعض الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة بعض التدقيق الأمني، وأيضا عمليات وجود شرطة المرور بشكل أكبر لتنظيم عملية المرور والخروج من منى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. محمد شقير، موفد قناة الرافدين إلى الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك.